لا اله الا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. أيها الأحباب الكرام، لعل كل واحد منا قد فقد قريبا له أو حبيبا له أو أنيسا له. هذه فرصتنا جميعا نرفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل. الحنان الرحمن. نسأله المغفرة والرضوان لكل امواتنا واموات المسلمين اجمعين. فاللهم يا رب العالمين يا حنان يا منان يا واسع الغفران. اغفر لعبادك المؤمنين. اللهم انهم عبادك بنو عبيدك بنو امائك. كانوا يشهدون ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. قد خرجوا من روح الدنيا. وسعتها الى ظلمه القبر اللهم انهم الان في قبورهم يشعون بالظلمه اللهم نور قبورهم يا ارحم الراحمين واغفر لهم وارحمهم وادخلهم جنات النعيم نسالك يا مولانا ان تغفر لكل امواتنا واموات المسلمين اجمعين اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آنسهم في وحدتهم آنسهم في وحشتهم آنسهم في غربتهم يا مولانا أنزل موتانا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلهم في بطون القبر مطمئنين وعند قيام الاشهاد امنين وبوجود رضوانك واثقين والى اعلى علو درجاتك سابقين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم اجزهم عن الاحسان احسانا وعن الاساءه عفوا وغفرانا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ارحمهم جميعا تحت الأرض واسترهم يوم العرض ولا تخزهم يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم أمنهم من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفوسهم آمنة مطمئنة اللهم ولقنهم حجتهم وتجاوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم يا رب اعف عنا وعنهم فانك انت القائل ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير اللهم انقلهم من مواطن الدود وضيق اللحود الى جنات الخلود في سدر مخضوض وطلح منضوض وظل ممدود وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين جميع موتانا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها أبدا حفرة من حفر النار اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر وافرش قبورهم من فراش الجنة اللهم أعدهم من عذاب القبر واملأ قبورهم بالرضا والنور والفسحة والسرور يا رب اجعل عن يمينهم نورا وعن شمالهم نورا ومن فوقهم نورا ومن تحتهم نورا ومن امامهم نورا ومن خلفهم نورا ومن كل جوانبهم نورا اللهم ابعثهم امنا مطمئنين اجعلهم ممن قلت فيهم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم يا رب يا كريم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل بالحسنات ميزانهم وثبت على الصراط اقدامهم واسكنهم في اعلى الجنات في جوار نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا جميعا ارحمنا اذا اتانا اليقين ارحمنا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ارحمنا إذا حمنا على الأعناق وكان إليك يومئذ المساق اللهم ارحمنا إذا وارنا التراب وغلقت من القبور والأبواب وانفض عنا الأهل والأحباب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب نسألك يا مولانا أن ترحمنا رحمة واسعة اللهم احشرنا مع المتقين إلى الرحمن وفدا احشرنا مع أصحاب اليمين اللهم بشرنا بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعلنا من المتقين في ضلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين اللهم بشرنا بقولك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللهم يا رب يا كريم اجمعنا مع سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين من الأنصار والمهاجرين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. أيها الأحباب الكرام. لعل كل واحد منا قد فقد قريبا له أو حبيبا له أو أنيسا له. هذه فرصتنا جميعا نرفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل الحنان الرحمن نسأله المغفرة والرضوان لكل أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين فاللهم يا رب العالمين يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لعبادك المؤمنين اللهم إنهم عبادك بنو عبيدك بنو إمائك كانوا يشهدون ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك قد خرجوا من روح الدنيا وسعتها الى ظلمه القبر اللهم انهم الان في قبورهم يشعرون بالظلمه اللهم نور قبورهم يا ارحم الراحمين واغفر لهم وارحمهم وادخلهم جنات النعيم نسالك يا مولانا ان تغفر لكل امواتنا واموات المسلمين اجمعين اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم انسهم في وحدتهم انسهم في وحشتهم انسهم في غربتهم يا مولانا أنزل موتانا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلهم في بطون القبر مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبوجود رضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إن كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم اجزهم عن الاحسان احسانا وعن الاساءه عفوا وغفرانا يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين ارحمهم جميعا تحت الارض واسترهم يوم العرض ولا تخزهم يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم امنهم من فزع يوم القيامه ومن هول يوم القيامه واجعل نفوسهم امنه مطمئنه اللهم ولقنهم حجتهم وتجاوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم يا رب اعف عنا وعنهم فانك انت القائل ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير اللهم انقلهم من مواطن الدود وضيق اللحود الى جنات الخلود في سدر مخضوض وطلح منضوض وظل ممدود وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه. يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين جميع موتانا اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها ابدا حفره من حفر النار. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر وافرش قبورهم من فراش الجنه اللهم اعدهم من عذاب القبر واملا قبورهم بالرضا والنور والفسحه والسرور يا رب اجعل عن يمينهم نورا وعن شمالهم نورا ومن فوقهم نورا ومن تحتهم نورا ومن امامهم نورا ومن خلفهم نورا ومن كل جوانبهم نورا اللهم ابعثهم امنا مطمئنين اجعلهم ممن قلت فيهم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم يا رب يا كريم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل بالحسنات ميزانهم وثبت على الصراط اقدامهم واسكنهم في اعلى الجنات في جوار نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمنا جميعا، ارحمنا اذا اتانا اليقين، ارحمنا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق، والتفت الساق بالساق، الى ربك يومئذ المساق، ارحمنا اذا حُمّلنا على الاعناق، وكان اليك يومئذ المساق، اللهم ارحمنا اذا وارانا التراب، وغلقت من القبور والابواب، وانفض عنا الاهل والاحباب. فاذا الوحشه والوحده وهول الحساب نسالك يا مولانا ان ترحمنا رحمه واسعه اللهم احشرنا مع المتقين الى الرحمن وفدا احشرنا مع اصحاب اليمين اللهم بشرنا بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه اللهم اجعلنا من المتقين في ضلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين اللهم بشرنا بقولك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلوا كلما رزقوا منها من تمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللهم يا رب يا كريم اجمعنا مع سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه المكرمين من الانصار والمهاجرين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين